البس حزامك بلا زحمه يا ويلي من هسه. والله عمي انتي وين كلش ملتزمه؟ وين بالجزائر؟ ها بالجزائر اريد كيفك تمام مجال. اوكي عود على اساس ندل وهاي انا غير راح اوقف وراك. اليوم ازدحامات كلش الناس تلحق على الفطور. ام زمن اهلا وسهلا بك ام زمن. نعم. سائق تاكسي في محافظه البصره. نعم. يعني احنا نشوف انه المراه تسوق سياره لكن تشتغل تاكسي الا ما ندر. صحيح. اليوم ماكو وياي بالبصره يعني ماكو بالبصره ماكو بالبصره قليل بس انت زين. شنو اللي الدافع اللي خلاك انه تشتغلين تاكسي بالبدايه؟ ما كان اكو دافع يعني. بالبدايه أي. يعني من حجزنا على سياره ولحد ما طلعنا يعني هي الفضل اختي همينه لان هي اللي حجزتها. حلو. فطلعت لنا السياره تعلمت يعني اكون اوصل بس العائله يعني. حلو. ما كانت ببالي هاي الفكره نهائيا. ابد مو ببالي. ابد مو ببالي. زين ام زمن سؤال. نعم. مجتمعنا قاسي اكو ناس تاجرش او تحشي تقول واو شنو سائق تاكسي مره؟ لا بالعكس كلش طبيعي الموضوع. كلش طبيعي. تشجعين عليه؟ اي. بما انه انت انا اجرت تاكسي ووصلت. نعم. تقريبا للجزائر مو؟ لو بالجبيله احنا؟ لا بالجبيله. بالجبيله. راح انزل بالجبيله انا. نعم. تقولين؟ عادي براحتك. انزل؟ وين تنزل يعني؟ انزل هنا لوين مكان؟ هنا يمك فوق خلاص اوكي وقفي. اوكي راح انزل بس عندي هديه بسيطه لك ما انه اخذتك كروه. اهلا. اوكي اوكي هاي 52 مقدمه من برنامج بين اهلنا. اشكرك استاذ. اشكرك. هاي هديه لك. تسلم. شكرا لك. ولو اشجع المراه العراقيه على كل شيء. ما تبقى راقده وقاعده بالبيت وتمد ايدها والناس تساعدها، لا خليها تشتغل. أنا أتمنى من كل مرأة ومن كل عائلة أن المرأة مو بس طبخ وكنس ومسح وبيت. شكرا لكم زمن. أتمنى لكم الموفقية والرزق. تسلم للجميع إن شاء الله. كلها تأجر التاكسيات. إن شاء الله. يلا مع السلامة. مع السلامة. شوفكم بخير. الخير للجميع إن شاء الله. يسلمك. يا هلا بك.